الفرقه الكبيره ما يبقاش نجم الشباك بتاعها حاجه واحده شغال طول هو دلوقتي زي برده الفرقه الكبيره. الفرقه الكبيره بتلاقي كل فتره في واحد هو دلوقتي نجم الشباك دلوقتي الخمس ست ماتشات دول البطل بتاعهم الراجل ده. بتلاقي بعد فتره انت مثلا ادائك البدني قل شويه بتلاقي انك بتكسب بكرات ثابته بتلاقي ان عندك مدافعين بقى هم نجوم الشباك وهم اللي بيكسبوك. فدي حاجه من الحاجات الكويسه انك ما تعرفش عارف مين مفاتيح لعب الفرقه دي صعب مش أي. حاجه دي حاجه كويسه جدا وحاجه مفيده وده يديك مدلول كويس بعدد الاهداف اللي انت سجلته. الفرقه كلها سجلت. الشناوي بالنسبه لي سجل. الشناوي عمل النهار السنه دي عمل كام اسيست هنتكلم عليه فعلا لما تيجي ارقامه هتلاقي ارقام عاليه جدا بالنسبه لهو ده جزء من المنظومه. مظبوط. انت دلوقتي الطريقه لما بتتقال معظم الناس في اوروبا بيقول لك انت بتلعب 11 يعني بتلعب 1 4 3 2 1 مظبوط يعني ما بيقولكش 4 3 2 1 بس لا انت معاك واحد في واحد معاك عنصر زياده صح. لازم تستخدمه. حارس المرمى ده بقى لعيب كوره خلي بالك ده عامل واحد اسيست السنه دي عامل اسيست وكسبك مباراه وثلاث تمريرات مؤثره كسبك مباراه الجونه صح وكسبك كذا مباراه في حاجات لبادجي في ظهر المدافعين كتيره كانت الكره الثانيه صح. فده جزء من منظومه مظبوط لازم تحطه برده تضيفه مع طبعا. الناس اللي يعني طبعا. الناس اللي سجلت والناس اللي صنعت طبعا. حضرتك رحت الناس اللي صنعت ان قفش اكتر واحد مزبوط. هتلاقي ان الشناوي ده داخل في ده صنع اهداف وده جزء مزبوط. من منظومه. فانت لا ده حاجه دي حاجه كويسه ومدلول كويس جدا ان انت كل الفرقه عندها شراهه ان هي بتسجل. تسجيل الدور الثاني مختلف عن الدور الاول ده طبيعي جدا ان هما بعد الكورونا الناس كلها ما كانتش في احسن حاجه خدنا شكل تصاعدي ما بعد الكورونا خدنا حوالي 6 7 ماتشات مش احسن حاجه بعد كده دخلنا في ريتم مباريات شويه موسيماني دخل بعد كده يعني حصد جزء وهو اضاف لجزء كبير جدا من الفرقه بدا يمشي بشكل كويس صح. التمريرات اعتقد وقدام حضرتك في النسبه بتاعتها النسبه زادت جدا مع موسيماني لان طريقه اللعب اختلفت تماما مظبوط كنا بنتكلم في 300 وحاجه في الاول وصلنا ل 500 وحاجه مع موسيماني والحاجات الصحيحه 400 وحاجه و300 وحاجه دي نسبه عاليه بتتكلم ب 25% نسبه فرق. مختلفه عن الـ عن الـ عن الـ عن النسختين نسخه صحيح. فايلر ونسخه موسيماني مزبوط. فلا موسم غير عادي للفرقة هي الأرقام حتى معانا على الشاشة.